مباراه العوده، وبالتالي الوداد ملزم بتسجيل هدف ثالث ورابع ان هو اراد تاول الدور المقبل. فابريس اندمار لويس مونتيس ثنائي بهويه كونغوليه يبلغ مرمى رايزدوان، يخلص الجميع من كل الشكوك التي كادت ان تقتل الروح التي يلعب بها الوداد عاده. لويس مونتيس يبلغ الهدف الثالث، يبلغ الهدف الثالث ويقدم تحية عسكرية لباقي رفاق للآلاف من مناصري الوداد في مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس، ثلاثية لحدود الساعة تؤمن نسبيا تأهل الوداد للدور المقبل من كأس الكونفدرالية الإفريقية. والعمل كل العمل والرضا تمام الرضا كان لهذا المميز اللاعب الموهوب فابريس اندمانغيسي الذي يمهد طريق العبور لرفيق دربو النجم الكونغولي الآخر ليس مويتيس ديزايس. ثلاثية لحدود الساعة الثنائي الكونغولي.